تدليسه لن تتمكن من إدارته أو تحسينه، قول مأثور في عالم الأعمال تشهد على صدقه التجارب. ربما تساءل الكثير من الناس عن معنى KPI وما هو؟ KPI هي اختصار Key Performance Indicator، وهي ما يعرف بمؤشرات قياس الأداء الرئيسية للموظفين وكذلك للشركات، حيث تساعد على تحليل الأداء بشكل عام بالنسبة للموظف وما تمكن من تحقيقه. وفي الحقيقة أن النموذج يختلف من مكان لآخر على حسب أهميته للعمل، من المهم لكل شخص أيضاً يعمل في عمل حر، سواء كان عمل يجعلك تحقق فكرة تحقيق دخل أو يساعدك على الربح من الإنترنت، أو حتى العمل من المنزل لكي تتمكن من تحديد مستوى الأداء الخاص بك. وتلاحظ إذا كنت تحقق تقدماً في العمل أم لا، وفي الحقيقة أن تلك المؤشرات النهائية تعد أمراً ضرورياً. سنتعرف اليوم على أبرز المعلومات عن مؤشرات القياس KPI، حيث أنك إذا كنت صاحب مشروع صغير أو كبير فأنت تحتاج إلى أن تعرف أين أنت من المنافسين والسوق، كما أنه إن كان لديك موظفين فعليك أن تعرف تحديداً إن كانوا يقومون بأداء جيد أم متوسط، أما أنهم يتسببون في الخسارة أو يشكلون عقبة في طريق تقدم مشروعك.